بيني وبينك، انت لو لعبت بعرف خطة ما شربتش من نيلها، لما كنا بنسمع الأغنية دي، ها كنا بنسمع الأغنية دي وكنا بننزل وبنلعب بخطة اسمها ما شربتش من نيلها. للأسف الشديد ما رأيناه اليوم الحقيقة شيء غريب جدا. كابتن شريف، انت ليه قلت لي ان لما وليد سليمان نزل والنني طلع مش هنكسب؟ قلت لك اتغلبنا. نص الملعب اتفتح خلاص، بقى شكله هجومي، ما بقاش فيه توازن في الوضعيه حتى بتاعت وسط الملعب بتاعك. بقى ده قبل الجون. قبل الجون على طول، اول ما نزل وليد راح ناحيه اليمين هناك، وانت مطلع واحد كان بيلعب ناحيه الشمال اصلا. مفيش غير ورده ده اللي كان موجود اول ما نزل، عايز يعوض الشكل الهجومي، ومفيش شكل دفاعي، مفيش سبورت، مفيش عشوائيه في نص الملعب. وبصيت كده لقيت الملعب فضي فجأة، وبقى مايل لو ضربنا بأي كرة كونتر أتاك إيه اللي هي جت منها الجول. غير كده المدرب اللي واقف بره مش حاسس بإن فرقته الحالة البدنية بتاعتها راحت خلاص. اللعيب مش قادر يلعب الكورة، مش قادر يزق الكورة، مش قادر يباصي لزميله. بقينا بنلعب من تاني تايم كله لونج باص، مفيش لعيب بيسمح للعيب التاني إنه ياخد له خطوتين. زي الفرقة اللي إحنا بنلعبها اللي هي اقل ما كانت موجوده في التصفيات، واحنا كنا رايحين علامه كامله. اللعيبه بتاعتنا بدنيا حتى واقعين، المدرب واقف مش شايف الكلام ده، مش عارف ينزل احمد نبيل دونجا، اسمه دونجا، عماد دونجا. عماد دونجا ينزل يسند لي الفراغ اللي موجود عندي في نص الملعب، حتى بدنيا ما يبقاش عندي كونتر اتاك. ده بيترجم الى هدف مره واثنين وثلاثه على فكره، او هو مش الهدف بس اللي جه، دول راحوا علينا اربع خمس مرات بعد الهدف. بعد الهدف راحوا عليك اربع خمس مرات من قبل الهدف كمان، هما بينقلوا الكوره وبيصلحوا وبيسندوا لبعض وبيجوا بيسحفوا مع نص الملعب، مش شايفينك اصلا انت انك انت منافس ند بالنسبه له، مش شايفين عندك اي ابداعات غير ان هما حاطين عينهم على محمد صلاح في السرعات. اثنين ثلاثه اول ما بيمسكوا الكوره بيحاولوا يقفلوا عليه، حتى الكورتين اللي سمحت لينا ان احنا نجيب منهم اهداف لم يوفق فيهم تريزيجيه، واتلعبت بخوف. انا مش عارف ليه بخوف، مع ان كان عنده تايم كبير قوي في الكورتين، تايم كبير قوي يسند ويدي بومبا الثانيه برده، وهي جايه البليسنج اللي بيلعبها على طول دي ياخدها زقها لقدام كده، خد ضربه جزاء يا حطها زي ما هو عايز. يعني حتى التصرف في الكور اللي اتيحت لينا كان تصرف بطيء، حتى وطول ال 90 دقيقه احنا بنتصرف بتصرف بطيء وبنكلم بعض. طيب خلينا ناخد نروح لاستاد